ليكم صحيحة، كل شيء بخير، نتمنى تكون أموركم بخير وعلى خير. وأخيرا حان الوقت اللي غنجاوب على بعض الأسئلة اللي جاتني في الفيديو ديال جرثومات المعدة. جربتي مع جرثومات المعدة؟ جاوني بزاف ديال الأسئلة وتقريبا شي أسئلة اللي متشابهين بعضياتهم، داكشي علاش غنحاول نجاوبكم على قد الاستطاعة ديالي على الأسئلة. المهم بعد السؤالات اللي جاوني بزاف بزاف بزاف، اللي منهم كثارين الناس اللي تتهضر على الموسيقى، يعني موضوع مهم بزاف والناس محتاجة ليه بزاف. الناس مشاكل مرضين بجرثومات المعدة، أنا شخصية اللي تنسمعو مريض بجرثومات المعدة والله العلي العظيم تنتألم، يعني أنا تجربة منها، الناس صعيبة بزاف ما سهلاش. داكشي علاش غنجاوبكم وغنعطيكم بعض النصائح، وتقريبا بحال اللي غنعاود الكلام اللي كان في الفيديو للناس اللي قالوا لي حنا راه ما سمعنا والو ولا ما فهمناش حيت الموسيقى مجهده. تنقول لكم سمحوا لي بزاف على الموسيقى حيت ما رديتش البال، بديت بها كانت هادئه بزاف وقلت غير نهرس بها، يعني الموسيقى غير نهرس بها داك الكلام اللي تنقولوا صافي، ولكن من بعد ولات مجهده. تنقول لكم سمحوا لي يعني ما رديتش ليها البال، وكيف ما تيقولوا بعض الناس يعني موضوع مهم بحال هذاك خاص الانسان يستافد منه، ولكن التجربه مهمه بزاف. انا خذيت تجربه من جرثومات المعده هي اللي خلاتني انا نشاركها معكم. انا فاش كانت فيا جرثومات المعده انا ما كانتش عندي لاشين في اليوتيوب ولا انا كنت نبارطاجي مع الناس المواضيع ديالي، ولكن فاش درت لاشين ودرت القناه ديالي قلت لازم هذه اول حاجه انا نشاركها مع الناس حيت واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف. اول حاجه تجربه بزاف زوينه، علاش تجربه ملي الانسان تياخذ واحد التجربه تيكون تستفد منها، والانسان يستفد من واحد الحاجه ما فيها باس يشاركها مع الناس ديالو والناس مساكن اللي مرض الله يحسن العوان. هادشي اللي كاين. المهم الناس اللي قالوا لي اشنو غناكلوا، واحد السيده يلاه مؤخرا صيفطت لي قالت لي عافاك باش كنتي تتفطري وباش كنتي تتغداي باش كنتي تتعشي، يعني النهار كامل اشنو كنتي تاكلي؟ وجاوبوها الناس في الكومنتيرات قالوا ليها خذي زيت العود خذي لاصوب في الفطور. المهم كل واحد اشنو تيقول. انا اختي غنقول لك انا اشنو كنت ندير، انا ما كنتش ناخذ زيت العود حيت كانت ممنوعه عليا زيت العود. اصلا انت تكون عندنا قرحه المعده ولا جرثومه المعده ولا المعده طايبه ما خصناش شي حاجه اللي دير لنا الحرقه. انا كنت ناكل زيت العود كانت تدير لي واحد الحرقه هنا بزاف وواحد الحريق ما كانش تيحيد لي. فاش مشيت عند الطبيبه ديالي قالت لي باش تتفطر، قلت لها باش تنفطر، قالت لي لا حيدي زيت العود ما تاخذيهش في خطره تتبري من جرثومه المعده. نقدروا داك زيت العود ناخذه في الطاجين ناخذه في الطياب ديالي في شي حاجه، ولكن باش نفطر به لا. كنت ناخذ انا في الفطور اتاي مسوس اتاي مسوس، وكنت ناخذ فرماجة مع الخبز الكامل يعني الشعير ولا القمح. المهم اللي موفر عندكم من هاد الدقيق ديال الزرع ياخذوا، علاش حيت مهم الزرع بزاف. ومتي الخبز الابيض يعني الفورس ممنوع على صحاب جرثومه المعده ياخذوا، هو ممنوع اصلا يعني ما فيه حتى فوائد، ولكن سيرتو الناس اللي مراضين بجرثومه المعده ما ياخذوش حيت صعيب بزاف. في الغداء كنت ناخذ الطاجين ديالي عادي عادي جدا، يعني الناس اللي قالت ما تاكليش الدجاج هذا انا كنت ناخذ الدجاج، يا اما ندير الدجاج مع الخضره في الفران، ولكن راه الخضره ما طايباش بحال سلطه ما طايباش، وهذه الناس ديال جرثومه المعده ما يكثروش منها حيت تكون فيها بكتيريا باقا حيه ما يمكنش لينا ناخذوها. ولكن الطاجين كنت ناخذه، كنت ناخذ الطاجين ومعاه شويه ديال الخبز واللي بقى تنكملو بالفرشيطه وتناكل. في العشاء تناخذ لاصوب ما تناخذش شي حاجه مازال. اصحاب الناس اللي مرضين بجرثومه المعده اشنو غياخذوا؟ علاش غيبعدوا؟ يعني تبعدوا على الحار في خطره ما كايناش. القليان يعني المقليات في الزيت ممنوع، يعني واخا الدوقي ما كاينش المقليات، ماكلات الزنقه المعلبات الحامض الزيتون، المهم هادو كاملين مواد تيديروا تزيدوا الحرقه في المعده وتكثروا لينا جرثومات المعده عاد تزيد تكبر. انا كانت عندي جرثومات المعده الحاله زونيه، المهم اللي كانت صعيبه بزاف وصعيبه باش تبرا كيف ما قلت لكم في الفيديو، راه كانت سجلت فيا عام ونص وهي فيها جرثومات المعده. عييت بالدواء، شربت الدواء بزاف، ما خليت ما شربت ديال الدواء، المهم ما خليت ما شربت في الدواء، ما خليت ما درت والو. فين ما نمشي يديروا لي عاوتاني التحاليل لقاو البكتيريا مازال فيا ومازال الميكروب كان تيزيد يكبر، ما كانش تينقص كان تيتزاد.
صافي من بعد كيف ما قلت لكم غنرجع نعاود لكم كلامي اللي درت معكم في الفيديو اللي قبل، غنعاودو دابا حيت الناس ما فهموش مزيان والناس ما عرفوش اشنو هو اللي كانت درت في القله ولا في الخابيه ديال الطين، اشنو درت واشنو كانت ديك الفضه منين جبتيها كيفاش جبتيها واشنا هي الفضه. المهم الناس ديال زمان كانوا تيطيبوا في الفخار، يعني كاع داكشي المواد ديال الطين كانوا تيطيبوا فيهم، كانوا تيشربوا في الفضه. المهم ما كانش كاع هادشي ديال الالومنيوم وهذا، ما كانش داكشي علاش الناس ما كانتش تتمرض بزاف. حنا دابا كثرات عندنا تقريبا راه 80% ديال الناس اللي مرضين بجرثومات المعده، الله يشافيهم. اليوم غنقول لكم اشنو في هاد الخابيه هذه ونرجع نشارك معكم. المهم هاد الخابيه البنات راه ما تتخطانيش، تقصد الناس كاملين. تنقول البنات ملي تنكون ندير فيديوهات مختلفين على هذا الفيديو هذا، الناس كاملين اللي تسمعوني واللي انهم تتفرجوا في هذا الفيديو هذا ما ينساوش هذه ما تخطاش الدار، هذه زوينه بزاف، شي حاجه اللي رائعه، شي حاجه اللي غيستافدوا منها نتوما وليداتكم والناس اللي غيجيو عندكم. انا راه محطاها حدايا تقدروا تشوفوها في اي فيديو، تتكون هنا محطوطه ما تنحيدهاش. يعني هاد الخابيه هذه انا بدلت، كانت عندي في الفيديو اللي قبل كانت عندي القله. المهم غنقول لكم اشنو كاين هنايا، انا راه خويتها من الماء حيت جاني واحد السؤال من عند واحد السيده قالت لي علاش خويتي داك الماء في لابابو اللي كان في القله، يعني الضايع انا معانا معاك حيت هاد الماء ديال القله انا تنحسبو شي حاجه كبيره بزاف، ما نقدرش نخوي، ما عندي جفنه كبيره ديال لابابو، كنت دايره واحد الجفنه واحد البانيو وخويت فيه الماء. غنوريكم وغنرجع نكمل معكم الاسئله ديالكم وغنجاوبكم عليهم. هيا دابا خاويه هاد الخابيه البنات زوينه وكتسهل الماموريه فاش يجيو يشربوا الوليدات ما تيحاولوش ينسوا داك الماء ولا تيخشيو يديهم. هذا الروبيني عندها زوين بزاف. ها هي البنات الفضه، انا راه واخا بريت من جرثومات المعده راه ما تنحيدهاش من هاد الخابيه هذه ديال الطين، ما تنحيدهاش في خطره. الناس اللي قالوا لي ما عرفوش هاد الفضه والناس اللي تسكنوا في الدول العربيه ما عرفوش هاد الفضه، ها هي الفضه بحال هكا. واحد مشيغه وحده بزاف اللي سولوني منين جبتي الفضه ومنين غنجيبوها، انا ما عرفتش الفضه واش كاينه في المدينه اللي كاينين نتوما، واش كاينه في الدوله اللي كاينين نتوما، يعني قريبه لكم ولا لا. مهم اللي قريب ليه شي ذهبي وحاول يرغبوا ويقول يجيب لي الفضه، الفضه بالحق تكون فري، الفضه اللي تكون انا علاش بحال هكا طريف ما هو خاتم ما والو، حيت بعض الناس يقول لي واخا ناخذوا الخاتم هذا، الا كانت خاتم فضه يعني فضه يعني طبيعيه، ولا لقيتوا شي حد يجيب لكم الفضه بحال من تيزنيت ولا اكادير مراكش، المهم يعطي الله المناطق اللي فيها الفضه بالمزيان والبلايص اللي تتصنع فيهم الفضه. كيف ما قلت لكم انا في الفيديو راه انا جابها لي واحد السيد من اكادير تيصنعوا الفضه، جاب لي طريف منها هي اللي درت في القله. تنتمنى كاع الناس تلقاها وكاع الناس يديروها في الخابيه ولا في القله، والله يشافي الناس اللي مرض. بصح الناس اللي مرضين بجرثومات المعده راه تتقلب حياتهم فوقاني تحتاني بحال اللي كيدخلوا عندي الخاص، والله العلي العظيم الناس ضعفت بزاف، وفي الكومونتير تيصيفطوا لي تيقول لك حنا ضعفينا بزاف. كيف ما قلت لكم كي تجربتي انايا ضعفت بزاف، ماشي غير شويه، ضعفت لدرجه كان لا العائله ديالي ولا كلشي ان كانوا خايفين عليا بزاف، يعني واحد الضعفيه لا حول ولا قوه الا بالله. ضعفت وبديت نحس بصحتي تدهور بزاف، يعني واحد الاعراض خايبه، واحد الافكار سلبيه، راه هذوك الافكار السلبيه ماشي تيجيو غير هكاك، تيجيو من داك المرض ديال جرثومات المعده، تدير واحد الافكار خايبه بزاف، ما تتخليكش تنعسي في الليل، الدماغ ديالك تتبقى تشدي وتجيب. المهم وسيرتو ملي تتشربي الدواء خلاص شي حاجه اللي هي تزيد تكمل عليك، هذاك الدواء تزيد يكمل عليك في خطره. العيا ما تتقديش تنوضي، من عند الله تتبقى ديك الماء اللي تتاكلي غير تتاكلي وصافي ما عرفتيش اشنو تتاكلي، ولكن الحمد لله الخير في الله كبير. تنقول الناس اللي مرضين باي مرض الخير في الله كبير، الانسان يتقرب من الله سبحانه وتعالى وما يخاف والو، واي واحد مكتب ليه مازال العمر القدام راه غيمرض وغيتشافى ان شاء الله. باش الانسان يتقوى ويوقف من جديد خاص شويه الصبر، صبر بزاف، الانسان يكون متفائل، يعني التفاؤل مهم في حياتنا، يتفائل ويقول واحد النهار انا غنبرى واحد النهار غنولي بخير، ما يحاولش يتحطم ويجي للارض ويبقى ناعس ويشد الفراش،
راه تنزيدوا مر على مر. مهم هذه كيف ما قلت لكم اللي تجربتي انا مع جرثومات المعده، انا كنت بحال هكا صافي، حطيت استسلمت في خطره، حطيت كل شيء للارض، يعني راه غنموت، يعني تنتسنى الساعه ديالي باش غنموت. كيف ما قلت تنتكحب تنقول راه صافي راه الاخره هذه ليا، تنمرض بالسخانه تنقول صافي راه غنموت حيت جرثومات المعده تتقتل، وتنبحث تنبحث 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 بزاف لدرجه كل واحد تلقاه اشنو تيقول. ما تبقاوش تبحثوا بزاف، ما تقلبوش بزاف، حاولوا تاخذوا الحوايج اللي غيفيدوكم، الحوايج اللي غنكونوا حنا غنرجعوا عليهم بخير. نحاولوا نتصنتوا لقراءه القران، نصليوا صلاتنا في الوقت، وناخذوا دواتنا، هذا هو الاهم الاهم الحمد لله كيف ما قلت لكم. والناس ما تحيدوش هذه، ماشي شي تما اللي هي غاليه بزاف ولا شي حاجه مستحيله ما غنلقاوهاش، حاجه اللي هي كاينه ورخيصه بزاف نقدروا نديروها في دارنا. المهم هذا ديال القله حنا حيدناه دابا، هذه تتحيي الماء لمده 20 دقيقه، تدير فيها الماء من الروبيني ترجع تحييه من جديد، وتنشوفوا واحد البكتيريا تتكون لاصقه لينا هنا ملي تلقاو الوسخ هنا لاصق، يعني راه هذوك البكتيريا الضاره هي اللي لاصقه في هذه البلاصه هذه، يعني تحيدت من مره ورجعت لينا الماء حي من جديد وتنشربوه. حاولوا تعطيوه للوليدات اللي باقين صغيورين، يلاه تزادوا عطيوه ليهم، حيت الماء هذا الماء ديال القله زوين بزاف، احسن من الماء اللي غنشريوه من المحلات ولا الماء المعلبات، يعني راه كيف ما قلت في القبل راه اي حاجه معلبه راه خطر. انا المهم تنقول اي حاجه معلبه راه خطر، يعني سيرته في البلاستيك شي حاجه. انا راه دابا في الدار عندي شريت مقله ديال البيض من الطين، شريت باش تنخبز الحرشه والملويه من الطين، باش تنطيب في الطين، يعني كلشي رجعت تنطيبو في الطين من داك الخوف ديالي لا ترجع لي جرثومات المعده. وانا غنجاوبكم على هذه ديال جرثومات المعده واش ترجع ولا لا. الناس اللي ما عارفينش على جرثومات المعده راه تترجع 100% بالنسبه للناس اللي تمرضت عليهم تترجع لهم، ولكن الجسم تختلف جسم على جسم، كاين اللي تترجع ليه كاين اللي لا. ولكن تنخافوا لا ترجع، تنخافوا نعاديو الناس اللي دايرين بينا. اي مرأة مريضه بجرثومات المعده تتلقى راجلها من بعد تيكون مريض بجرثومات المعده، واي راجل تيكون مريض بجرثومات المعده المدام ديالو تتكون مريضه بجرثومات المعده، حيت هي تتنقل من شخص لشخص. المهم نحيدوا هذه ديال الفضه كيف ما قلت لكم. ها هي انا مؤخرا حسيت بالاغراض ديال جرثومات المعده بحال اللي مروا عليا من قبل، واحد الحركه هنايا، المعده ديالي تتعصر مره تمشي نرض، وخفت خفت خفت بزاف كاع فوق القياس. خذيت واحد الوصفه اللي كان جربها خويا، حتى هو كان مصاب بجرثومات المعده، فاش مشى للطبيب قال ليه راه عندك جرثومات المعده، غير هو الاخ ديالي تبارك الله عليه ما شاء الله، يعني ما خافش منها وما مشى لا شرى لا دواء لا والو، خذا واحد الوصفه ما خذاهاش مده طويله غير مده قصيره، وفاش مشى دار التحاليل قالوا ليه ما بقاش عندك جرثومات المعده الحمد لله. هذه الوصفه هذه غنشاركها معكم من مور هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي الى كتاب. كيف ما قلت مشيت شكيت في جرثومات المعده ومشيت عند الطبيبه وقلت لها معتي رجعت تضرني كيف ما كانت في الاول، يعني راه خفت من جرثومات المعده، ودوزات ليا ما قالش لي ما عندكش جرثومات المعده ولا عندك، المهم شكات قالت لي غير بغيتي ديري ليا التحاليل، ودرت البنات التحاليل وكانت النتيجه تتفرح الحمد لله. كيف ما قلت لكم ما خديتش الدواء ما والو، يعني كنت خديت ديك الوصفه والماء ديال القله ديما عندي ما تحيدش الفضه، راه ما تتحيدش واخا انني بريت ما تنحيدهاش، ومن بعد من اللي بريت ما درتش الريجيم، رجعت لماكلتي عاديه كيف ما كنت ناكل، غير هي حاجه وحده اللي ما رجعتش ليها، المقليات انا ما بقيتش بحالي ولات عندي فوبيا منها ما بقيتش ناكلها، والحوامض كاملين، حتى مطيشه ما تتكون في شلاضه تنحاول نزولها من شلاضه وناكل شلاضه، داكشي اللي فيها يا خيار يا فلفله ناكلها، ولكن المطيشه كيف ما قلت لكم خوف غير خوف، ماشي زعما ما بغيتهاش ولا خوف منها ما تناكلهاش، وماكلت الزنقه مره المهم راه مره تديونا الوليدات تمشيو، وانا ما حاولتش على راسي انني ما درتش الريجيم. والحمد لله كانت النتيجه زوينه بزاف، انني ما بقاتش فيا جرثومات المعده، يعني ما لقيتهاش عندي، ها هي المهم الا تشوفوا هذا هنا، فاش درت التحاليل درتهم على جرثومات المعده وكنت درتهم على فيتامين دي، وجبروا عندي فيتامين دي ناقص، من بعد نتكلموا على هذا الموضوع. هذا هاد التحاليل البنات درتهم نهار 28 في شهر 12 2020، هاي هو التاريخ مهم يبان لكم،
30 ولا فوق. يعني راه ماشي بعاد عاد مؤخرا فاش درتهم، والحمد لله كانت النتيجه زوينه بزاف. تنتمنها للجميع، وتنتمنى تكون هذه النتيجه عند الناس كاملين اللي مرضين بجرثومات المعده وباي مرض. تنتمنى لهم الشفاء العاجل والصحه والصبر. الناس اللي مرضين صبروا بزاف، ورا ان شاء الله ما يكون على الخير. اللي كتبوا لينا الله غنوصلوا ليه، والموت غير بالاجل ديالنا، هي الاسباب تتختلف. راه حنا غنموتوا غير بالاجل، والناس اللي تدير لهم الجرثومة الاحباط والاكتئاب والافكار السلبيه يحاولوا يتغلبوا عليها، وان شاء الله ما يكون خير. تنتمنى هذا الفيديو اللي شاركت معكم يا ربي يعجبكم، ونتمنى نكون وصلت رسالتي للناس اللي تيسولوني بزاف. وتنقول لكم سمحوا لي تعطلت عليكم على الاسئله، ما جاوبتش على الاسئله ديالكم لبعض الظروف والضغط ديال المسؤوليه، هادشي اللي كاين. الناس اللي عنده شي سؤال يصيفطوا ليا، واللي عنده شي حاجه بغى يعرفها يقولها ليا في الكومنتيرات. وتنتمنى نكون وصلت الرساله اللي انني بغيت نوصلها، ونكون فدت الناس اللي استفاده الناس اللي مراضين. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء، الى فيديو جاي ان شاء الله. انتظروا الفيديو اللي جاي، راه فيه واحد النصائح وفيه وصفه للقضاء على جرثومات المعده في واحد المده اللي قصيره بزاف.